سؤال يجمع بين النورمال ستريس والشير ستريس، وفي نفس الوقت بنراجع في الإيكوليبريم إيكويشنز. بيقول each of the two vertical links CF connecting the two horizontal members AD and EG has 10 by 40 millimeter uniform rectangular cross section. بفي عندنا two links كل واحد فيهم 10 في 40 and is made of a steel with an ultimate strength and tension 400 ميجا باسكال. لما ده هينزل لتحت كده هيشد مع ده وهيتغطى، فاحنا يهمنا دراسة السي اف هيكون عليه تنشن، فمديني الالتيميت سترينث في التنشن ب 400 ميجا باسكال. While each of the bends at C and F has 20 mm diameter and are made of steel with an ultimate strength in shear 150 ميجا باسكال. يبقى اداني قد ايه يتحمله في التنشن اللينكس، والمسامير قد ايه تتحمل في الشير. طبعا ultimate فلازم يكون عندنا factor of safety. Determine the overall factor of safety for the link CF and the bends connecting them to the horizontal members. يبقى الوقت وعايز يحسب الفاكتور اوف سيفتي، نحسبه مرتين، مرة للنورمال ستريس ومرة للشير ستريس، ويبقى الاوفرول هو الأقل. يعني لو طلع عندك معامل أمان للنورمال مثلا 5 وللشير 3، يبقى الاوفرول 3 بس. يبقى انت عندك فاكتور اوف سيفتي 3 مش 5، 5 بس في النورمال، لكن عشان تقول انا عندي اوفرول وانت مطمن على الأقل مثلا 3، يبقى لازم يكون الثلاثة دي أقل حاجة طلعت لك. فمثلا لو عندنا 3 factor of safety 5 و 2 و 3، يبقى الفاكتور اوف سيفتي الأوفرول لكل الاستراكشر بتاعي 2 اللي هو أقل واحد فيه. طيب حبة حبة كده نبدأ بالمقطع، نقطع هنا كده هيظهر لي البيم ده يكون 24 هنا 0.25 400، اخد المومنت عند الاي. يبقى لو خدت المومنت عند الاي هقول الاف سي اف في 0.4 ماينس 24 في 0.65 يساوي صفر. يطلع الاف سي اف زي ما احنا شايفين ب 39 كيلو نيوتن وتنشن. نطبق دلوقتي، نجيب احنا عندنا الالتيميت، نجيب الاكتوال، وبعد ما نجيب الاكتوال نقسم الالتيميت على الاكتوال علشان يديني الفاكتور اوف سيفتي. طب ازاي؟ اقول السيجما في السي اف بتساوي بي اوفر اي، السيجما بتساوي بي اوفر اي. تعالوا نطبق كده، البي 39 في 10 اس 3، هنا طبعا السيجما اكتوال بي اوفر اي، البي 39 كيلو نيوتن، الاريا دول 2 يبقى 2 10 الثيكنس في 40، بس مطروح منه دايمتر المسمار لان ده تنشن. في التنشن بنجيب الاريا الصافي النت اريا، لان بيكون البنز لوز ما بتشتغلش معايا. في الكمبريشن لا بتشتغل، يعني لو في الكمبريشن اقول 10 في 40، لكن في التنشن لازم اطرح المسمار. فهقول كده ال 40 دي مطروح منها 20 اللي هي دايمتر بتاع المسمار، يبقى ده العرض وده الثيكنس، واتنين لان في تو بليتس. لما احسب الحسبه دي طلع لي 97.5 ميجا باسكال، ولكن الماده تشيل لغايه 400 ميجا باسكال في التنشن. يبقى ال 400 اللي هي الالتيميت على الاكتوال اللي هو الحقيقي اللي عندي، اقسم ده على ده هيديني فاكتور اوف سيفتي للنورمال ستريس. مش ده الوحيد اللي عندي، لسه عندنا شير. تعالوا نحسب الشير بتاع المسامير. هقول تاو بتساوي بي اوفر ايه، التاو اكتوال هتساوي البي اللي هي 39 في 10 اس 3، الاريا عندنا دبل شير يبقى 2 باي ار تربيع الار اللي هي 10 مللي، يعني 0.010 او 10 على 1000 يعني، يبقى 39 في 10 اس 3 على 2 باي 10 على 1000 اللي هي 0.014، لان 2 باي ار تربيع وعندنا ريتين او دبل شير. طلع قيمه 62.1، هو يتحمل لغايه 150، هقسم ال 150 على 62، يعني هقسم قدرة التحمل القصوى اللي هي الالتيميت شير على الاكتوال شير، فطلع لي فاكتور اوف سيفتي جديد 2.42.
يبقى عندي الشير ستريس الفاكتور سيفتي بتاعه 2.4، النورمال ستريس 4.1، الاوفرول لكل المقطع يبقى انا مطمن بقد ايه؟ مطمن ب 2.42 لكل المقطع. طبعا هنا مطمن اكتر شويه، لكن احنا بنتكلم على رقم اقوله لكل الاستراكشر بتاعي، يبقى اخد اقل فاكتور اوف سيفتي واقول ان الاوفرول فاكتور اوف سيفتي از 2.42.